السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير. نتمنى كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم واحد المسمن بالتفاح، كيجي زوين ومقرمل، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي ندوزو نعجنوا العجينه ديالنا. هنا درت 600 غرام ديال الفورس، نوعيه جيده. غنضيف ليه جوج معلقات ديال الزبدة مذوبة مع الزيت، وغنضيف ليه شوية الملحة ومعلقات سنيدة، جوج نص كاس أو ثلاث معلقات كبار ديال الحليب سائل بارد، ومعلقة ديال الخل صغيره. هذه المعلقه ديال الخل كتعطينا التقرميشه، كيجي زوين ومورق، ونتمنى تجربوه. دابا غادي ندوزو نعجنو العجينه ديالنا. بسم الله على بركه الله. خلطوا المكونات جيدا، ثم نضيف الماء بارد من الروبيني، ندلكوها البنات. جينا مدلوكة، عجين ديال المسمن عادي، ما قاصح ما خفيف يعني. كنبقى نضيف بشوية بشوية ديال الماء حتى تجمع لنا العجين. وندلكو البنات العجينة جيدا بحال هكا، بدي ماسكت مع بعضياتها. ودابا بعد ما دلكناها مزيان تصبح لينا لينة بحال هذا الشكل، غندهنوها بشويه الزيت بحال هكا، وغنديروا ليها الفيلم اليمونتير على ما ترتاح واحد 10 دقائق، وندوزو نكوروها باش نوثقوها ان شاء الله ونعمروها. وهانتوما البنات معايا. ودابا بعد ما ارتاحت لينا واحد 10 دقائق، غندوزو نكوروها كويرات صغار بحال هكا، انا كنكور انا كندهن يديا بالزيت، كوروها كامله، نخليوها تطبق شويه. ودابا بعد ما كورت العجينه ديالتي خليتها ترتاح شويه، وغندوز دابا غادي نطيب ليا هاد التفاح اللي قطعت. واحد جوج تفاحات كبار قطعتهم طريفات صغار، وشويه ديال الزبيب، واحد شويه القرفه الزبيب تا هو مقطع، ومعلقه سنيده، ومعلقه الزبده، وشويه ديال الروح الفاني او ساشي فاني، وردهم يطيبوا على نار هادئه ونتلاقاو بعد ما يطيبوا. ودابا غادي نبدا نورق الكويرات ديالي بحال هذا الشكل هذا، وانا كنورق وانا كندير الزبده تكون لينه باش كتدخل ليا في ديك لاباط ديالي، مابقاش تبان. انا كنورق وانا كندير في الزبده، نورقها مزيان ونطويها على شكل مسمنه.
ونحطهم هنايا على ما يرتاحوا. غادي نرجع ليهم ثاني. مشيت ثاني الكره الثانيه ندير الزبده بحال هكا وانا كنطلق هي كتذوب ديك الزبده في يدي. احسن ما ندوب الزبده هذه الطريقه احسن وكتجيبها مقرمشه وزوينه بحال هكا. ما كتبقاش تبان ليا الزبده والعجينه ديالي كتورق مزيان. ونحط الثانيه ثاني وهكذا حتى نكمل الكويرات اللي عندي. وغنخلي شي كويرات اخرين باش غنديروا واحد الشكل اخر. هانتوما معايا دابا البنات. بعد ما ورقت المسمنات ديالي غادي نجيب المسمنه الاول اللي بيت بها ونورقها على هذا الشكل هكذا. ونجيب التفاح ونديرو في السنيده بحال هكا ونحطو في وسط ديك المسمنه ونهز شويه ديال الزبده وندير وسط منها ونطوي بحال هكا. وهنا اختياري ديرو لوزه ويديروا ديك اللي فخوي كونفي ديك السوريز كونفي بحال هكا كيجي بحال هذا الشكل هذا بحال هكا. ندوز نعاود المره الثانيه ورق المسمنه ديالي على شكل مربع. نهز التفاحه قطعتهم هكا دوائر ونمرقها هكا نملها في السنيده ونهز شويه الزبده ماشي بزاف غير شويه باش ديك الزبده مع السنيده كتعطي واحد التعليكه زوينه. وكنورق بحال هكا العجين ديالي ونضغط عليها بلوزه كتجي بحال هكا. ودابا غادي ندوزو للطريقه الثانيه. كنشد الكره المسمن وكنورقها مزيان بحال هكا. وانا كنورق وانا كندير الزبده كما العاده ورقها مزيان. وغنجيب ديك التفاح اللي سبق ليا عسلت كنهز واحد شويه منه بحال هكا وكنطوي بحال هكا وندير الزبده ونطوي بحال هكا كتجيني على شكل هكا مسمنه. ما هي مسمنه ما هي ديك السيجار. المهم كتجي بحال هكا كتجي زوينه. نعاود المره الثانيه هادو البنات راه كيجيو زوينين. انا الصراحه كيعجبوني هما واخا كيشدو شويه الوقت نظره للتوراق ديالهم ولكن كيجيو ما صراحه مذاق لا يقاوم. هذا الشكل. وغادي ناخذ الحشوه ديال التفاح وغادي نطوي بحال هكا بحال هكا وغندير الزبده ونطوي. كنجيب هاد الاخره البلاصه الاخره كندير ليها بحال هكا كتجي فينيه. ودابا البنات بعد ما ورقتهم وعمرتهم غادي ندهنهم باش ندخلهم للفرن. غناخد صفر بيضة ونزيد عليها واحد القطيرة د الخل باش تحيد لنا الزفورية. نخلطها مزيان وندهن بها المسمنات ديالنا. بحال هاد الشكل هذا
نستمر في هذه العمليه حتى نكمل اللاطه ديالنا كامله وندخلهم للفرن على نار متوسطه. نتلاقاو بعد ما يطيبوا لينا ان شاء الله. ودابا البنات من طابويه المسمنات دهنتهم بالناباج ودرت عليهم رقائق اللوز، وهادو تا هما دهنتهم بالناباج ودرت عليهم رقائق اللوز، وهادو غربلت عليهم شويه السكر لاصي كيجيو مقرمشين بحال هكا، كيجيو مقرمشين وزوينين. نتمنى ينالوا اعجاب ديالكم وتجربوهم. واللي مازال ما اشترك معايا في القناه يدخل ويضغط على زر الاشتراك باش يوصلوا كل جديد، ونتمنى من الله نكون خفيفه على قلوبكم، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.